بالقوه وبالحكمه، واصبحنا من اقل الدول على مستوى العالم واقل نسبه خسائر من وباء كورونا. طب استاذ يعني حمدي، فوق المليون مواطن مصري. حتى القطاع الصحي في الدوله او في الصعيد تطور، القطاع التعليمي، كل شيء الانسان تغير. فانا من هذا المنطلق ومن هذا اشارك ونيابه عن الصعيد وعن جميع اهلي بالصعيد وعن جميع حزب مستقبل الوطن، الحزب الذي قادم للشعب المصري وقبل منه القياده السياسيه التي تخدم الشعب المصري وخدمه الشعب المصري، ودائما وابدا حزب مستقبل الوطن في ظهر القياده السياسيه والدوله المصريه. استاذ حمدي، طب حضرتك تحب تقول ايه كمان، كلمه شكر كده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصه ان احنا اطلقنا مبادره في احدى الحلقات السابقه للبرنامج عن مبادره لتكريم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي بيبذله معانا ومع الشعب المصري، تحب حضرتك تقول ايه؟ تمام يا فندم. اولا اشكركم على هذه المبادره، فعلا هذه المبادره يستحقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه اقل شيء لي ان هو الشعب المصري يقوم بتكريمه. انا اشكر قناه الحدث واشكركم على هذه المبادره الكريمه، اتمنى واطالب حزب مستقبل الوطن بجميع ربوع الدوله المصريه ان نتبنى هذه المبادره لتكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد، واتمنى ان يكون التكريم بالصعيد، لانه ما أدركناه وما لاحظناه في هذه السنوات، وخاصة في حياة كريمة، تغيير الصعيد تغيير بدرجة يعني بحوالي درجة يعني بدرجة كبيرة جدا. الجميع لاحظ، الإنسان العادي لاحظ، السيدات لاحظت، الرجال. فمن هذا المنطلق وأنا نيابة عن الصعيد بتقدم بكامل الشكر وكامل العرفان وفخامة رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، وأتمنى أنا كمواطن من مواطن سواج مركز المصريات أن ما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الدولي والمستوى الداخلي لا ينجزه أحد، لا في أحد يقدر ينجزه ولا سوف ينجزه. هذه حقيقة وليس مجاملة. وأنا يعني إحنا كنا طبعا أنا داخل على 60 عام وعاصرت جميع الناس وشفت جميع الرؤساء، ما انجزه هذا الرجل، هذا القائد الاكاديمي المتحضر، صاحب الشخصيه العسكريه القويه، من فرض الاحترام الدولي والداخلي في كل مكان. فعلا اصبحت الدوله المصريه دوله لها سياده ولها عمق سياسي على مستوى جميع العالم. شكرا. ما قامت فيه القياده السياسيه من المشاكل والتحديات التي الجميع يعرفها والكوارث الطبيعيه التي تخطيناها